من يرى أعمدة وشبكات الكهرباء المهترئة هذه يكاد يجزم أنه في بلد آخر وليس العراق الغنية المنتجة للنفط. المشاهد هذه من محافظة القادسية والتي كغيرها من المحافظات العراقية عانت لسنوات طويلة وتحديداً منذ عام 2003 وحتى اليوم من تهميش الحكومات التي تعاقبت على العراق، حيث كان المواطن وخدمته ولا يزال آخر هموم تلك الحكومات. الحكومة ما سوت لنا شيء صراحة بال 2003، يعني حكومتنا كل شيء ما أفادتنا بأي جوانب، لا جوانب الخدمية، لا جوانب الصحة، لا جوانب التعليم، ماكو تغيير لا بالخدمات. هذا الكلام يعني أترجى أن يوصل للحكومة، خل تنتبه لنا الحكومة، يعني خل تترك المسائل الشخصية والمصالح والقضايا الحزبية والاتفاقات، وخل تغير قدر الإمكان، خل المواطن شوية يحس أن الحكومة قاعد يعني تراعي. وقد أصبحت أزمة التيار الكهربائي ملازمة للمجتمع العراقي، إذ فشلت جميع الحكومات منذ عام 2003 في إنهائها بالرغم من صرف مبالغ طائلة على هذا القطاع، وأدت الأزمة إلى إلحاق خسائر كبيرة باقتصاد البلاد. وفي ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة والانقطاع المتزايد للتيار الكهربائي، بات الاختناق سيد الموقف في كل منزل ومعمل ومنشأة تجارية، وباتت خسائر العراق والعراقيين لا تعد ولا تحصى. احنا هسه درجة حرارة أكثر من 50، جاي كل ما ترتفع درجة حرارة تنقطع الكهرباء، نطلب من الحكومة تحسين الكهرباء، الجو حار والوضع يعني كلش مزري، خاصة الكهرباء يعني والله ملينا من الكهرباء، اللي نطلبه يعني ومو بس الكهرباء، الخدمات بالنسبة للماء. بالنسبة لمسألة الكهرباء والله العظيم وردتنا بعد. احنا أصحاب أرزاق واعتمادنا اسمع الكهرباء. صاحب البسطيه من يجي ويحل من شغله يلقى روحه ممرود مريض وكهرباء ماكو بالبيت. بالنسبه للمكاتب، بالنسبه للمحلات التجاريه، بالنسبه كلها قاعد تخسر من وراء مساله الكهرباء. كهرباء 24 ساعه ما موجوده. وياتي انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على راس شكاوى العراقيين، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج تظاهرات عدة في مختلف المحافظات اتهمت الحكومة والقائمين على قطاع الكهرباء بالفساد وطالبتهم بإيجاد الحلول. وتعاظمت مأساة العراقيين مع سماعهم مؤخراً تصريحات حكومية عززت إحباطاتهم في الحكومات التي سعت دائماً لسرقة العراق وثرواته. قال يا أبا الكهرباء لا تأخذوها. أيه. قال يا أبي ليش ما ناخذها؟ أيه. قال كهرباء ماكو منها اليوم القيامة. هو رئيس وزراء رئيس وزراء بيده موال. ومنذ ما يزيد عن 15 عاما يعاني العراقيون من أزمة كهرباء، هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ عام 2003، والتي لم تتمكن من تجاوزها على الرغم من إنفاق نحو 50 مليار دولار على هذا القطاع بحسب ما تفيد تقارير رسمية.